السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. نعم حضرتك، انا بنتي عندي سؤالين. اول سؤال، اوقات امتناع الصوت في اوقات معينه الواحد المفروض ما يصليش فيها؟ اوقات لا تصلي فيها، الاوقات اللي الواحد اللي الشخص المفروض ما يصليش فيها، المفروض ما يصليش فيها نافله، مش كده؟ نافله. ايوه نافله بالظبط. نافله بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وعندما يقوم قائم الظهيرة، يعني قبل الظهر بنحو من 10 دقائق إلى الظهر. بالنسبة لوقت الظهيرة اللي هي قبل الظهر نص ساعة؟ لا مش نص ساعة، نص ساعة كثيرة، 10 دقائق تقريبا. 10 دقائق تقريبا. طيب،